الشباب التونسي جزء من حياتهم اليومية، ورغم الأمل الإرادة والعمل، إلا أن الأحلام هذه تبقى رهينة الفرصة. نسكافي حالة البيبان من خلال تجربة خاصة واستثنائية، تمكن الشباب والطلبة الجامعيين من مختلف ولايات الجمهورية باش يفرجوا طاقتهم الإبداعية والتمثيلية من خلال مسابقة نسكافي كوميدي شو، اللي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تقديم 3 نجوم مميزين للساحة الفنية التونسية. لو جون تونيزيان قاعد يلوج في المستقبل نتاعو، قاعد يحب يحقق الغايب نتاعو، دونك بيان سور هذاك في الاخر الكل وقت اللي خرجت نسكافي كوميدي شو هي لا سوليوشن. انا مع تكرار التظاهرات هذه على خاطر تعطي فرص للشباب، خاطر مش الناس الكل تنجم تمشي تقرا مسرح. التظاهر هذه نسكافي كوميدي شو حاجه حلوه برشا وطياره على الاخر، وما دابينا لي جون، خاطر في اي حومه في اي فاك في اي تاكسيفون في اي قهوه في اي صالون دو تي فما تالون. هذه فرصه من الفرص انه يجيك للجامعه انك تبدا عندك متوري في عندك طاقه وكل شيء، تنجم معناها يكتشفوك لي جوري. نجوم اعلاميين صحفيين ومسؤولين بشركه نسكافيه في كل من تونس وسويسرا كانوا في موعد مع الابتسامه والضحكه خلال سهريه كوميديه استثنائيه تنافس فيها 5 طلبه، تم اختيارهم في جوله قامت بها لجنه التحكيم اللي يترأسها الكوميدي جعفر الجاسمي في عدد كبير من الجامعات في مختلف الولايات. السيزون الثالثه هذه اعتقد انها تحمل في طياتها مواصفات عالميه بالمجد، مش كلام ما نتكلموش نحن، المواصفات العالمية من الافتتاح تحس الضخامة تحس الخياطة تحس الميزانسين، كل شيء كان مدروس. نحب نشكر نسكافيه برشا، وياريت الشركات الكبيرة اللي عندها الإمكانيات المادية أنهم يتلفتوا للشباب اللي ماذا بينا نأطرهم في الباهي، نأطرهم في الثقافة، نأطرهم في المسرح. منافسة حادة بين شباب كوميديين عطتهم نسكافي فرصة البداية وتحول الحلم إلى واقع من خلال صعودهم على مسرح لأول مرة قدام عدد كبير من النجوم والجماهير اللي تفاعلت معهم بشكل كبير. نسكافي ساهمت في أنها تعرفني لبرشا ناس، ساهمت في أنها تبدالي تحقق لي في حلمي، ساهمت في أني ناخذ مليون هذايا والايباد، دونك ميرسي بوكو نسكافيه. نسكافيه هي اللي حلت علي الباب باش نحلم. محمد علي التونسي نجم الموسم الثالث في نسكافي كوميدي شو تم اختياره بعد ما اثار دهشه اعجاب الجمهور اللي تفاجئ بتعدد مواهبه. لازم محمد علي التونسي فرسي الهويه والجنسيه. محمد علي غنى اشطح ومثل وقدم 10 دقائق كانت له ورقة عبور لبداية المشوار في عالم الكوميديا من خلال أول ون مان شو من إنتاج نسكافيه وتحت إشراف الممثل الكوميدي جعفر الجاسمي. الحلم الرئيسي معناتها نتاعي اللي كنت نطمح له تحقق مع نسكافيه، إني نوري موهبتي للناس ونكون معناتها من المشهورين نوعا ما. البداية مع نسكافيه اللي أعطت فرصة كبيرة للشباب التونسي باش يكشف على مواهبه في مسابقة نسكافيه كوميدي شو اللي حولت حلم الطاقات لحقيقة.